مرحبا بكم مجددا، وبنبدا معاكم فقره حواريه جديده في هذا الصباح، واحنا هنتكلم عن اطلاق وزاره الاستثمار برنامج لتدريب وتشغيل مليون شاب خلال 3 سنوات. يعني هذا الملف تحديدا هو ملف مهم جدا، خاصه في ظل وجود فئه كبيره من الشباب داخل المجتمع المصري، تقريبا 60% من المجتمع المصري هم من فئه الشباب، وبالتالي هناك طاقات شبابيه كبيرة جدا موجودة داخل المجتمع، لابد من استثمارها وتوظيفها التوظيف الأمثل حتى نستطيع النقض على الكثير من السلبيات في الحقيقة، وكمان نخفض من معدلات البطالة اللي هي موجودة داخل المجتمع المصري. هناك مسؤولية إذن للدولة تجاه هذا الأمر، وهناك أيضا مسؤولية من الشباب تجاه هذا الأمر، أيضا هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا. هناك الكثير من الثقافات في الحقيقة التي لابد أن تتغير من جانب الشباب، أيضا على الدولة أن تبذل الكثير من الجهود لتهيئة المناخ المناسب للشباب حتى يستطيعوا أن يستثمروا طاقتهم في المرحلة المقبلة، سواء من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مثل هذه المشروعات التي نتحدث عنها ومنتديات وملتقيات الشباب. وهناك أيضا اهتمام من القيادة السياسية في الحقيقة بالشباب، كان هناك تخصيص عام 2016 للشباب، هناك مؤتمرات شبابية شهرية بيتم الاستماع إلى رؤى الشباب المختلفة، وبالتالي لابد أن تتزامن الجهود السياسية مع الجهود الاقتصادية وغير ذلك من الأمور للاستفادة كما نؤكد دائما من هؤلاء الشباب، وهم عماد هذه الأمة وعماد هذا الوطن. على حال، كيف يمكن تحقيق هذا الأمر؟ ما هو المطلوب من الدولة ومن الشباب في المرحلة المقبلة حتى نستطيع أن تكون هناك عملية شاملة من التطوير والبناء؟ كل هذه النقاط سنناقشها مع ضيفي الكريم الدكتور هشام البحيري، خبير أول برامج تطويرية ومستشار إدارة الأعمال. برحب بحضرتك دكتور هشام. أهلا وسهلا بسعادتك. يعني خلينا في البداية نتكلم عن هذه المبادرة من جانب وزارة الاستثمار، أهميتها وإزاي احنا بالفعل نستغلها الاستغلال الأمثل حتى نستطيع أن نوفر فرص عمل للشباب، وما أحوجنا في هذه المرحلة بالفعل يعني لمثل هذه المبادرة؟ في الحقيقة طبعا أنا أي جهود بتتم في سبيل توفير فرص عمل للشباب دي جهود عظيم، وإحنا بنشكر وزارة الاستثمار أنها بدأت على الطريق الصحيح أنها تناقش موضوع المشروعات الصغيرة لما له من أهمية مهمة جدا في مجال الاقتصاد. الحقيقة الخيار الاستراتيجي في كل دول العالم هو موضوع المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة. السبب الرئيسي في الاهتمام في كل دول العالم بمشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة انها بيسموها قاطرة الاقتصاد، هي اللي بتقدر تمتص البطالة، وهي اللي بتقدر تعمل زيادة في معدل وتيرة النمو الاقتصادي، وبتحقق توازن كلي في الاقتصاد بصفة عامة. كتير جدا من الشباب بيتخيل ان هو لما بيخلص الجامعة او بيخلص المعاهد الفنية او المعاهد التجارية او المعاهد الصناعية ان هو بيخرج عايز يشتغل في وظيفة او يجد وظيفة، الدولة مش هتقدر أبدا إنها توفر فرص لكل الخريجين من الشباب، وبالتالي يظل هناك فرصة مهمة جدا لبعض الشباب إن هم يعتمدوا على أنفسهم في إنشاء ما يسمى بالمشروعات الصغيرة. الحقيقة المشروع الصغير بيختلف كليا عن المشروع الكبير، لأن أنت في فرق إن أنت تبقى بتدير مشروع فأنت مسؤول عن بشر، عن انك تكون بتشتغل في وظيفه فانت مسؤول من بشر. وبالتالي مش كل شخص يقدر ان هو يكون صاحب مشروع صغير. لازم تتوافر مجموعه من السمات والخصائص والمهارات في صاحب المشروع الصغير، عشان ما نقولش ان كل شاب هيتخرج هيقدر يكون صاحب مشروع صغير. الموضوع ان في حاجه اسمها الانتربرينورشيب او رواد الاعمال، اللي هم بيبقى عندهم القدره على انشاء مشروعات صغيره والنجاح في المشروع الصغير، لان مش المشكله انك تبدا مشروع، المشكله ازاي ان انت تستمر في نجاح هذا المشروع. ده يمكن حضرتك كمان كنا بنتكلم يا دكتور عن فكره حضانات الاعمال اللي احنا كنا بنتكلم عليها، يعني هل هي دي ممكن تكون مفيده في هذا الامر اللي احنا بنتبنى هؤلاء الشباب، بنعمل لهم دورات تثقيفيه، دورات تدريبيه اللي هم ازاي يقوموا بهذه المشروعات حتى يعني نستطيع ان يعني نصل الى رجال اعمال جدد صغار، بعد كده سيكون لهم مستقبل طبعا في السوق بشكل كبير، لكن التدريب والتنشئه في نهايه المطاف دي ربما هي مسؤوليه الدوله. اكيد هي، بس هي النقطة مهمة جدا انك انت عشان تعمل حاضنات اعمال، ودي برضو كانت مبادرة عاملها وزارة الاستثمار بانشاء 6 حاضنات اعمال في محافظات الاكثر احتياجا اللي هي محافظة الصعيد، وكانت وزارة الاستثمار خصصت 10 مليون جنيه لمثل هذه الحاضنات. تجربة الحاضنات موجودة في مصر من فترة، ولكن كانت نجاحها قوي باين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الاتصال بصفة عامة.
لكن ان احنا نهتم ايضا بموجود حاضنات اعمال تساعد شباب الخريجين او تساعد الاشخاص اللي هم بيفكروا في انشاء مشروعات صغيره، ده بقى متطلب حيوي جدا. المشكله مش انك تديله فلوس، المشكله انك تعلمه ازاي يحافظ على هذه الاموال. وبالتالي انا بحتاج لجهات متخصصه تقدم انواع مختلفه من الدعم لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه، من اول ما يبقى المشروع فكره لغايه ما يبقى المشروع مؤسسه قائمه بتنمو لها قدرات. هنا محتاجين لتاهيل زي ما حضرتك تفضلت، تاهيل الشباب سواء لحاجتين، تاهيل لاصحاب المشروعات الصغيره ان هم يشتغلوا في مجال المشروعات الصغيره، ومن لا يملك المقومات لانشاء مشروع صغير فيجب ان احنا ناهل الشباب لاجتياز سوق العمل. ما ينفعش ابدا ان احنا نترك الشباب بيتخرج عنده مستوى معين من التعليم، في فجوه ما بين المناهج الدراسيه اللي بيتعلمها في المدارس وفي الجامعات والمؤسسات التعليميه المختلفه وبين احتياجات سوق العمل. بيجي هنا دور التاهيل وتدريب الشباب ان احنا نوفر لهم نوع من انواع المحاكاه لظروف العمل في مواقع العمل المختلفه، بحيث ان هو يسرع في عمليه الحصول على العمل والاستمرار في العمل. انا في الحقيقه ما بحبش ابدا ان حد يشتغل كل شويه في وظيفه معينه، حتى لما بيجي لي في كتير من المؤسسات سيفيهات لبعض الموظفين واشوف ان هو بيشتغل في شهر هنا وشهر هنا و20 يوم هنا ويمشي ويمشي، ده بيخليني اقلق ان انا اختاره، لان ما فيش نوع من انواع الاستقرار. فيجب ان الشباب ان هم نوفر لهم فرص سواء من خلال حاضنات الاعمال او مراكز التدريب الفني والتقني. وكان احنا عندنا مبادره كويسه قوي قامت بها الدوله لما انشات وزاره للتاهيل المهني، او وزاره للتدريب والتاهيل المهني. الوزاره دي للاسف التجربه استمرت 6 شهور فقط، وبعدين كنا سمعنا ان الوزاره ان الحكومه كانت هتنشئ وزاره للمشروعات الصغيره والمتوسطه. احنا محتاجين لمثل هذه الوزارات لتقديم دعم حقيقي وبشكل منهجي ومؤسسي للشباب عشان يحصل على تدريب منظم بشكل احترافي من متخصصين اكفاء. المشكله الاساسيه يا فندم ان ممكن الشباب ياخدوا نوع من انواع التدريب، ولكن تدريب مش تدريب من متخصص او من خبير. فحتى في القران الكريم يقول لك لا ينبئك مثل خبير. ينبغي ان احنا نتعلم من خبراء متخصصين لديهم خبره في مجال تاهيل الشباب وتطويرهم وتنميه قدراتهم الواعيه. تمام. طب لو اتكلمنا دكتور زي ما احنا كنا بنتكلم كمان ان هي في فجوه بين مخرجات العمليه التعليميه واحتياجات سوق العمل في النهايه، اذا احنا عايزين نبدا من التعليم نفسه اللي هي موجود، ازاي اللي بالفعل تكون عندنا مناهج معبره عن سوق العمل تقوم بتاهيل الطلاب بشكل مناسب حتى كلهم في مجال بالطبع يعني. تمام. حتى يستطيعوا ان عندما يتخرجوا ربما نوفر علينا كثير من هذه الامور التي نتحدث عنها، فكره التدريب، وهذا يكلف طبعا الدوله ميزانيه كثيره وغير ذلك من الامور. اذا اهتمينا بالتعليم واصبح هناك استراتيجيه واضحه وتكون هناك المتطلبات متوافقه مع الاحتياجات هتتغير النظره كثيرا. اكيد. هو طبعا احنا عندنا منهج او مبدا تسويقي بيقول ان في فرق جدا انك انت تبيع اللي تعرف تنتجه ولا تنتج اللي تعرف تبيعه. اللي بيحصل بالظبط ان احنا بنصمم مناهج وبنبدا نعلمها لطلابنا واولادنا، وبعد كده نطلقهم في سوق العمل فيكتشفوا الفجوه ما بين اللي اتعلموه واللي عايزين يمارسوه. لازم المناهج الدراسيه يعني تقوم على دراسات لاحتياجات سوق العمل، ادرس الاول السوق محتاج ايه وابدا انشئ التخصصات اللي بيحتاجها سوق العمل. على سبيل المثال مثلا انا بشتغل في كليه التجاره جامعه القاهره ومتخصص في اداره الاعمال، ولكن هل السوق دلوقتي محتاج خريجين محاسبه؟ اذا كان العدد الكبير من الطلاب بان هو بيشتغل في مجال او بيتخصص شعبه محاسبه ويطلع يلاقي ما فيش فرص عمل فيضطر يعمل تدريب تحويلي او يشتغل في مجالات اخرى غير المجال اللي هو اتعلمه. لكن لو لقينا مثلا السوق محتاج لمتخصصين في الموارد البشريه، محتاج لمتخصصين في التسويق، محتاج متخصصين في المبيعات، في المشتريات، في غيرها من التخصصات. ليه احنا المناهج الدراسيه والكليات والمعاهد العلميه تبدا انها تصمم مجموعه من البرامج الدراسيه والتخصصات اللي بيحتاجها سوق العمل؟ احنا بنيجي مثلا نواجه في مشكله كبيره في مصر حاليا ان في قانون الخدمه المدنيه عايزين يطبقه. فالشركات والمؤسسات والوزارات عندها فكر اسمه الشؤون الاداريه والشؤون العاملين. القانون بيتكلم عن حاجه اسمها اداره الموارد البشريه. طب كيف نقوم بعمليه التحويل من شؤون اداريه الى اداره موارد بشريه؟ ده محتاج لمتخصصين، ومن يشغل الوظائف دي لازم يكون متخصص وفاهم في هذا المجال. بالنسبه لمساله التكلفه اللي حضرتك بتتكلم عنها،
لازم كل واحد مننا يكون عنده دور اجتماعي ومسؤوليه اجتماعيه. انا كاستاذ في الجامعه انا شعرت بمدى مسؤوليتي عن هذا، لان بيجي جدا من طلابي بيقولوا لي احنا مش لاقيين فرص عمل، لو سمحت ساعدنا ان احنا نشتغل، احنا متخرجين بقى لنا سنه واثنين وثلاثه مش لاقيين شغل. ففي الحقيقه انا اطلقت مبادره من 10 ايام بتاهيل 1,000,000 شاب بالمجان. ان انا عايز ادرب شباب الخريجين في كل التخصصات بالمجان من اجل توفير فرص عمل او مساعدتهم في توفير فرص عمل وتشغيلهم. في الحقيقه الاتجاه ده يعني بيتوافق مع الاتجاه اللي بتقوم به وزاره الاستثمار، ان احنا عايزين نشغل شباب. بس عشان نشغل شباب لازم على الاقل ابسط حاجه نعلمه ازاي يكتب سي في، ازاي يكتب سيره ذاتيه. نعلمه ازاي لما يروح مقابله توظيف ازاي ينجح في مقابله التوظيف. في برامج اسمها سوفت سكيلز، ازاي ان انا اديله مجموعه من مهارات خاصه بمهارات العرض والتقديم، ازاي يقدم نفسه، ازاي يقدم افكاره. ازاي ان هو يتفاوض، ازاي ان هو يتصل مع الاخرين. في برامج بتعلمه اخلاقيات العمل، في برامج في الاتصال، ازاي يتواصل مع رؤسائه ومع زملائه ومع مرؤوسيه. كمان ايضا لازم اعلمه ازاي يتعامل مع الناس، انماط المختلفه من البشر. وغيرها من البرامج الكتير، ده كل ده محتاج لتأهيل. لو جينا قلنا الشباب هياخدوا البرامج دي في ظل الظروف الاقتصاديه اللي فيها البلد ويمر بها الشباب بصفه خاصه واولياء الامور وغير ذلك، هنجد البرامج دي مكلفه. فانا في الحقيقه قلت لا، احنا ممكن اساعد ان انا اطلق هذه الحمله لتأهيل الشباب بالمجان لمواجهه مثل هذه الظروف ومساعدتهم في القبول العام. في الحقيقه انا اتمنى من خلال برنامجك العظيم ومن خلال القناه المصريه العظيمه دي ان احنا نجد حد يتولى بس مجرد مساعدتنا في توفير اماكن لتدريب هؤلاء الشباب. هي فكره بقى كمان المسؤوليه المجتمعيه كمان يا دكتور اللي احنا بنتكلم عليها، اللي انت مثلا حضرتك اطلقت مبادره شخصيه وحاجات زي كده، في المؤسسات المنظمات المجتمع المدني الى جانب الدوله الى جانب المؤسسات المعنيه اللي هي موجوده، وفي منظمات العمل الدوليه وفي غير ذلك من الجهات اللي احنا ممكن والجهات الدوليه كمان اللي هي ممكن تساعد في هذا المجال. ازاي احنا تبقى عندنا منظومه متكامله وحلقه اتصال بين كل هذه الجهات والمؤسسات بالفعل حتى نستطيع ان احنا ننهض بهؤلاء الشباب وتبقى المبادرات الطيبه ديت بالفعل تجد صداها على ارض الواقع. تمام. في الحقيقه موضوع اللي حضرتك اتكلم فيه موضوع في غايه الاهميه، اللي هو المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. الشركات يجب انها تخصص، وبيحصل بتخصص جزء من موازناتها وميزانياتها لدعم المشروعات المجتمعيه. في الحقيقه احنا مش هنلاقي اكتر من تاهيل شباب وتنميه قدرات شباب ان احنا نصرف فيه مثل هذه الاموال المخصصه للتنميه المجتمعيه. يعني بدل ما اعمل له نافوره ولا اعمل له تجميل لمدان ولا اعمل له اشجار، انا انمي عقله واطور فكره، ده هيكون مردوده في الاقتصاد وتاثيره على الاقتصاد المصري اقوى كتير جدا من ان انا اجمل طرق واجمل حدائق واجمل منتزهات. وبالتالي انا بطلب برضو ان كل الشركات سواء شركات قطاع خاص او شركات حكوميه او شركات قطاع اعمال، انا محتاج منها انها تقف جنب الشباب. للاسف احنا عندنا ثقافه ان التدريب والتاهيل نوع من انواع الرفاهيه او الشيء الكمالي، علما ان هو الاساس في نجاح الدول. مش ممكن الدوله هتنهض الا بشبابها، ومش ممكن الدوله هتنهض الا بشعب عنده قيم وعنده معارف مختلفه. وخلي بال سعادتك من مساله المعارف المختلفه، انك تعرف شيء من كل شيء افضل ما تبقى متخصص بشيء في شيء. ليه؟ انا دايما بقول ان اللي بيتكلم او في تخصص وحيد فهو اسير لغه واحده او بيتحدث لغه واحده، فبيتحدث لغة مهنة، ولغة المهنة هي لغة الجاهل. من يتحدث بلغة مهنة واحدة يجهل بقية اللغات. هي دي بتيجي الثقافة اللي احنا محتاجين نعلمها لكل خريج وكل ايضا شخص على رأس العمل. ما احنا عايزين نفرق ما بين حاجة اسمها التأهيل والتدريب. التأهيل بيكون للفريش، للناس اللي هم متخلصين جداد، اللي هم لسه الخريجين الجدد، فده بنسميه تأهيل. اما اللي هم على راس العمل ده اسمه تدريب، اللي هم القدامى الموظفين اللي هم موجودين. وبناء عليه لازم نوفر نوعين مختلفين، نوفر تاهيل للشباب ونوفر تدريب للي على راس العمل القائمين عشان نطور من قدراتهم ومعارفهم. عمر ما هينجح اي موظف في ان هو يتولى اي منصب قيادي او اي منصب اداري الا لما يكون عنده مهارات مختلفه. حتى الوزراء في بلادنا محتاجين لتدريب وتطوير، محتاجين ان احنا نطور عندهم المهارات الاداريه والمهارات السلوكيه. يعني احنا اي شخص بينجح بثلاث انواع من المهارات، اداريه وسلوكيه وفنيه. ممكن جدا اكون طبيب بارع بس مش شرط اكون وزير صحه بارع، لان انا هينقصني المهاره الاداريه والمهاره السلوكيه. ده يجي من خلال التدريب،
يجي من خلال برامج منتظمه وبرامج بيقدمها مجموعه من الخبراء المتخصصين. احنا في بلدنا محتاجين لمزيد من مراكز التدريب، محتاجين من مراكز اعداد القاده في مصر انها تهتم بفكره حاضنات القياده. زي ما كنا بنقول حاضنات الاعمال للمشروعات الصغيره، احنا محتاجين ايضا حاضنات للقاده، قاده الجدد اللي هيتبوأوا قياده المؤسسات والمنظمات والوزارات والهيئات المختلفه. تمام، هي فعلا يعني هي زي ما انت حضرتك بتتكلم يا دكتور، هي فكره ثقافه موجوده. نعم. سواء لدى الشباب، يعني الشباب خلاص لابد ان هم كمان يغيروا من ثقافتهم، وان هم بيبحثوا عن فرص العمل وهم يطوروا من انفسهم ولا ينتظروا المجال الحكومي كما كنا نتحدث. تمام. كمان فكره اللي هي ثقافه التدريب، يمكن ربما هي ناخذها كنوع من الترقي وغير ذلك من الامور ولا نعطيها حقها، وحضرتك بتقول كمان ان في متخصصين من غير المتخصصين بيقومون بهذا الامر. صحيح. ازاي نغير هذه الثقافات، هذه السلبيات التي ربما نشهدها، ونغير من هذا الفكر حتى نستطيع ان نصل الى الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. تمام سعادتك. احنا عندنا حاجه مهمه جدا، لازم مهنه التدريب في مصر تنظم. مش اي حد يعلن في على المواقع السوشيال ميديا المختلفه او في الجرايد والمجلات ان انا بعقد برامج تدريبيه. انا بشوف حاجات غريبه جدا. انا الدكتور الفلاني اللي هو في جامعه كذا، وهو ولا في جامعه كذا ولا حاجه. الخبير العالمي، الخبير الدولي، الخبير كذا كذا كذا. طيب ايه الشهادات اللي عندك والقدرات اللي احنا بنسمح ان بعض الناس يخشوا يضربوا شبابنا؟ طبعا احنا دلوقتي محتاجين يبقى في امانه في توصيل المعلومه، محتاجين لتخصصيه وحرفيه وخبرات نقرف من خلالها نطور من القدرات اللي بيخضع للبرامج التدريبيه. فاول حاجه لازم المهنه دي تنظم. لازم يبقى في رقابه حكوميه ورقابه مؤسسيه على كل المنظمات والمؤسسات اللي بتطلق برامج تدريبيه، علشان خاطر ما نسمحش بتدريب خاطئ او بس افكار غير جيده في ذهن الشباب. الشباب دول هم مستقبل مصر، وبناء عليه لازم يبقى عندنا نوع من انواع الامان والطمانينه في كل ما يخضع له الشباب من برامج من حوارات. احنا للاسف تركنا كتير جدا من الشباب ممكن يكونوا رايحين يستمعوا لاراء افكار متطرفه، فبيخلق ده عندهم نوع من انواع الفكر المتطرف. لو احنا اهتمينا بالشباب بشكل مؤسسي وبشكل منهجي ومن خلال مؤسسات معتمده، وكل جامعة من الجامعات وكل مراكز بحثية وكل وزارة من الوزارات عليها الاهتمام بتدريب الشباب، سواء كانوا شباب جدد أو كانوا شباب موجودين في مؤسساتها. احنا لما حصلت ثورة 25 يناير بقى أول بند من البنود اللي بيتم حذفه من الميزانيات الخاصة بالشركات والمؤسسات هو بند التدريب. للأسف السبب في تقدم كوكب اليابان أو دولة اليابان العظيمة هو التدريب. اللي خلى اليابان تتقدم على امريكا اللي احنا بنعتقد انها اكبر الدول، امريكا مش اكبر دول ولا حاجه، باعتراف الامريكان بيقولوا نحن متخلفون عن اليابانيون بخمسين سنه بسبب التدريب والتطوير. الشعب الياباني ما ينفق عليه في مجال التدريب والتطوير 25 ضعف ما ينفق على الشعب الامريكي. وبالتالي تتقدم اليابان وتقود العالم من حيث التكنولوجيا، من حيث التسويق، من حيث الإدارة. التجربة اليابانية في الإدارة قائمة على الاهتمام بالتدريب والتطوير. وبناء عليه إذا أردت أن تنجح بشعب طور هذا الشعب. لا يجب أن يكون التطوير في البنية التحتية، ولا يجب أن يكون التطوير في الخدمات اللوجستية والدعم وغير ذلك. في الحقيقة كل ده مهم، بس الأهم أنك تطور العقول أهم من تطوير المباني. بتخش كتير من المؤسسات والمستشفيات الحكومية تجد المستشفى مجددة ومحدثة وفيها رخام وفيها زجاج سكريت ومنفق عليها، يقول لك احنا انفقنا ملايين على تطوير هذه المؤسسه او المستشفى. طب ماذا عن تطوير القائم بالعمل في هذه المؤسسات؟ طيب هل هذه النظره تغيرت؟ ممكن لما كنا بنتكلم عن قانون الخدمه المدنيه رقم 81 سنه 2016، هل هم بالفعل والدوله وفي اتجاه الحكومه كان في تصريحات رئيس الوزراء وغير ذلك من المسؤولين قال لك ان احنا عندنا خطه تدريبيه، وزاره التخطيط كمان هيبقى عندنا خطه تدريبيه مع مختلف مؤسسات الدوله. هل بالفعل هذه الخطة هي كافية لمواجهة أو تطوير الجهاز الإداري بشكل عام أيضا، وإتاحة الفرصة أمام الموظفين والعاملين في الدولة حتى ينموا من مهاراتهم وقدراتهم، ولا احنا برضو ما زلنا نحتاج إلى الكثير في هذا المجال؟ في الحقيقة احنا نحتاج للكثير. ما زالت الجهود المبذولة في مجال التدريب والتطوير جهود متواضعة. لو جبنا المؤسسات المسؤولة عن التدريب والتطوير في مصر، ومش هنذكر أسماء عشان ما حدش يزعل مننا، هنجد إن هو بيعمل 10 برامج 20 برنامج في السنة. كم واحد اتدرب؟ يقول لك 400 500. احنا دوله حضرتك لسه تفضلت 60% من عدد سكانها، يعني بتتكلم في 60 مليون شاب. وبناء عليه عشان اوفر تدريب
للشباب، ما بالك باللي هم فوق السن يعني في زينا كده في الخمسينات والاربعينات. طيب ده محتاج الى ايه؟ محتاج الى الكثير من البرامج التدريبيه، كثير من الاهتمام، كثير من اعداد المدربين اللي هيقوموا بالتدريب. يعني انت قبل ان تسمح باعطاء برامج تدريبيه لابد ان تعد المدربين. وبالتالي احنا محتاجين الى ثوره في الاداره، محتاجين الى ثوره في تغيير الفكر حضرتك تفضلت وقلت عليه، محتاجين ثوره في تطوير القدرات البشريه في مصر. اذا استطعت انك انت تطور من القدرات هتعرف انك انت تفكر في حلول كثيره اللي بيتعرض لها المجتمع. كتير من المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه كلها بسبب ان مفيش مراكز بحثيه بيستفاد منها. حتى الجهود ورسائل الماجستير والدكتوراه او الابحاث اللي احنا بنعملها بيكون مصيرها بتتحط على الارفف. كم من دراسه من دراسات الدعم اتعملت في الجامعات المصريه؟ تلاقي الكثير، مئات الدراسات. كيف استفادت الدوله؟ او لماذا لم تستفيد الدوله من هندسه هذه الدراسات؟ كم من خبير متخصص بينجح جدا وبيهاجر بره مصر؟ ليه احنا ما نجيبش الخبراء المتخصصين دول ونوفر لهم المناخ المناسب ان هم يبدعوا ويطوروا؟ في الحقيقه احنا محتاجين فعلا للاهتمام بعام الشباب ده، عايزين ان احنا نطور بسرعه قدرات الشباب عشان يلعبوا دور مهم جدا في بناء الاقتصاد المصري. لازم تمتص البطاله اللي معدلاتها مرتفعه من خلال التدريب والتطوير. لازم انك انت تسرع وتيره النمو الاقتصادي من خلال التدريب والتطوير. وده في الحقيقه بيحتاج مننا الى مزيد من الجهد من خلال هذه المراكز والمؤسسات، ومزيد من الجهد من خلال الجامعات والمؤسسات البحثيه المصريه. انا بشكرك دكتور هشام البحيري خبير اول برامج تطوير ومستشار اداره الاعمال على هذه الرؤيه وهذا التوضيح، وطبعا بنتمنى التوفيق لحضرتك في هذه المبادره الطيبه بالطبع. اشكرك يا فندم، واتمنى لكل شباب مصر التوفيق والسداد ان شاء الله. وننتقل الان مشاهدينا الكرام.